موضوعنا اليوم عن أهمية الثقافة التكنولوجية للطفل، وعن دور الأهل في تعزيز هذا الوعي التكنولوجي وممارسة أنشطة تفاعلية تساعد على تنمية مداركه في هذا المجال، عشان يكون مستعد إنه هو يواجه هذا العالم اللي غيرته أكيد أزمة كورونا. كل هذا راح نتابعه وياكم بفقرة التكنولوجيا. نرحب معاكم مشاهدينا عبر السكايب مع ضيفنا المهندس أحمد الصالح رائد حركة الصناعة العالمية. نصبح عليك بالخير مهندس أحمد وحياك الله معنا. يا هلا والله، حياكم الله ويعطيكم العافية على هذه الاستضافة. نعم مهندس أحمد، أكيد أنت رائد في حركة الصناعة العالمية، واليوم راح نتكلم بموضوع مهم وهو ثقافة الأطفال من ناحية التكنولوجية، لكن راح أشوف أنا وياك ويا المشاهدين هذا التقرير وأرجع أكمل معك. مهندس أحمد حياك الله معنا من جديد. مهندس قبل الست اللي أنت قاعد فيه وايد عجيب يعني. الله يجزاك. هذه طبعاً. This is my own private school. هذه مدرستي الخاصة لتدريب وتعليم أولادي على المهارات اللي إحنا نطمحها. طبعاً هذا السيت أب بدأ مع بداية كورونا. تمام. راح اتكلم اكثر عن النقطه هذه بعد شوي ان شاء الله. اكيد ضروري جدا. الان مهندس، بظل الظروف اللي قاعدين نمر فيها الاطفال تغيرت حياتهم، اذا كانوا يقضون نص يومهم بين، او خلينا نقول يومهم منقسم بين المدرسه وبين يمكن اللعب برا او يكون في عندهم نشاطات، الان قعدوا في البيت من خلينا نقول من شهر اثنين ولا يزال الوضع مستمر. ثقافة الأهل من ناحية أن هم يبون الآن يثقفون عيالهم ثقافة تكنولوجية بعيدة عن الترفيه فقط، عيالنا قاعد يستخدمون الأجهزة الذكية والبرامج فقط للترفيه والتسلية. اليوم موضوعنا مختلف، أعتقد أن أنت الهدف من وراء أهمية الثقافة التكنولوجية شيء ثاني، صحيح؟ صحيح صحيح. تفضل، شنو هي؟ يعطيك العافية. طبعا هذه التوبك تعتبر من أهم وأخطر التوبكس التي تتداول الآن في العالم كله. يعني إذا تلاحظين أن معظم دول العالم تتحدث الآن عن أهمية التعليم وما هي حلول التعليم التي قاعد تطرح على الساحة. ضمن نتورك العالمية اللي أنا فيها بدأوا في النقاش هذا، واكتشفنا بعض النقاط المهمة اللي أجب أن أطرحها أنا قبل أبدي بالسلسلة الحديث عن الحلول اللي موجودة عندنا. اكتشفوا في البداية أن الزمن اللي يقضي الولد في التعليم هو زمن ثابت، بمعنى أن إذا ضاعت الساعة التعليمية على شيء بسيط جدا أو شيء مفيد جدا فهي ضاعت، ويستفيد الطالب عن طريق زمن العلمي الجيد أو يفقد الزمن إذا كان هذا شيء غير علمي ومو جيد. الشغلة الثانية أن العصر اللي احنا فيه هو عصر المعلومات، بمعنى أن نلاحظ أن كثير من الطلبة قاعد يصير لهم اختناق من كثرة المعلومات اللي قاعد يشوفونها. المعلومات هذه يشوفونها عن طريق اليوتيوب، عن طريق جوجل، عن طريق انستغرام، عن طريق السوشيال ميديا بشكل عام، عن طريق الحوارات المفتوحة اللي قاعد تصير عن طريق الشاتينج وشغلات هذه. فاكتشفوا قالوا عندنا اختناق في المعلومات، الطلبة تتعلم بشكل يومي، ممكن يشوف فيديوهات يتكلم عن مفاهيم علمية، يشوف شغلات كثيرة. ولكن الخلل الحقيقي اللي قاعد يكتشفونه هو أن الطلبة ما عندهم المهارات. تمام؟ إذن عندهم الكم الهائل من المعلومات ما عندهم، ولكن لما نيجي حق المهارة نكتشف إنه ما عندهم. وهذه فعلاً أنا بديت أطبقها مع ولدي عبد الله. الله يحفظه. قلت له ولدي عبد الله في شغلة حلوة، إنه يشوف الفيديوهات اللي لها علاقة في التركيب وفي الصناعة وفي الحدادة وفي الخشب وشغلات هذه. فيوم من الأيام قلت له عبد الله، هو بالمرحلة الابتدائية، قلت له عبد الله تعال هذا المسمار أبيك تطق لي إياه على لوح الخشب. قام يسوي لي قصة، هذا الموضوع بسيط وانت شنو مطرقة ومسمار شيء عادي وكذا، وانا كل يوم اشوف ناس وايد يسوونه، كل يوم اشوف ناس وايد يسوونه. نعم. ولكن لما حط المسمار على لوح الخشب وبدا يطق
أول 5 مسامير كلهم انعووا بيده واكتشف أن المهارة هذه جدا جدا صعبة. نعم. هني صارت الوقفة اللي موجودة عندنا. نعم. عيالنا يتعلمون التعليم التقليدي اللي هو كم من المعلومات يعطى للطفل في عقله. للأسف هذا الكم من المعلومات الطفل يفقدها بعد سنة تقريبا. يعني لو إذا أنا بسأل أي واحد من الطلبة اللي قاعد يشاهدنا الحين مثلا متى كانت غزوة أحد مثلا، ترى ما حد نسى التاريخ، مع أن التاريخ هذا كان تاريخ مهم جدا لنجاحه من المرحلة الابتدائية. تمام؟ صح. الوقفة اللي احنا نقف لها هي الوقفة الحقيقية اللي احنا نبي نتكلم عنها. يعني عيالنا وبناتنا مثلا لما احنا سوينا استبيانات حق البنات، شنو الشيء الوحيد اللي انت يعني ما تنسينه في المرحلة المتوسطة؟ قالت انا ما انسى الاقتصاد المنزلي والابلع اللي متنيا بالخياطة والطبخ والشغلات هذه. فالمهارة اللي اكتسبت في ذلك الوقت اللي حفزت مجموعة من الحواسيس من الأحاسيس عند الطالب هي التي رسخت في ذهنه وهي اللي فعلا انتفع فيها في مستقبله. مهندس أحمد، أنت الحين ذكرت نقطة إحنا حتى أمس كنا قاعد نتناقش فيها مع أحد الضيوف اللي شرفونا في حلقة أمس، وكنا قاعد نقول فعلا يمكن الأطفال الآن مثل ما تفضلت قاعد يعني يتلقون كم هائل من المعلومات لكن يفتقرون للمهارات. المهارات. نعم. أنا عضو هيئة التدريس في التطبيقي. نعم. وأنا أقول لك معلومة جدا مهمة ويمكن قد تكون خطيرة. أن معظم الطلبة اللي يدرسون في علم الإلكترونيكس عندنا كثير منهم ما يعرف حتى يبدل لمبة ويمكن خريج. صحيح صحيح. فهني عندنا مشكلة حقيقية، ألا وهي مشكلة المهارة في هذه الدولة أو في التعليم. إحنا نتكلم عن التعليم بشكل عام، وللعلم هذه المشكلة مو موجودة في الكويت عندنا ولكن في كل دول الخليج، في كل الدول العربية وفي كل دول العالم. يعني هذه مشكلة عالمية، ترند عالمي. إنزين الحين مهندس اللي قاعد يتابع هذا اللقاء الحين يقول الحين ما عرفنا احنا نثقف عيالنا تكنولوجيا ونوجههم للتكنولوجيا، لان بعد ازمه كورونا بين ان فعلا التكنولوجيا مهمه لتسهيل العديد والكثير من الامور عشان الحياه تمشي. حلو. وبنفس الوقت في ناس الحين بيقولون زين احنا الحين علمهم على التكنولوجيا عشان تكون هذه عندهم كنوع من المهاره وباتر تفتح لهم ابواب في المستقبل. وقاعد نشوف الحين حتى يمكن في بعض الطلبة اللي قاعد يفكر إنه يغير اختصاصه لشيء تكنولوجي لأنه شاف التغيير اللي قاعد يحصل في هذا المجال. وبين الحين الكلام اللي أنا وياه قاعد نتناقش فيه إن الأطفال محتاجين بعض المهارات، شلون يوازلون الأهل الحين بين الشغلتين؟ حلو حلو. أول شغلة يجب أن نوضح اسم المهارة هذه. يلا. يسمونها في العلم المهارات الإنتاجية. المهارات الإنتاجية هي المهارات اللي تخلي الطالب أو تخلي الابن ينتج أو يكون عنده منتج بسيط. هذه المهارات قد تكون خياطة، قد تكون الخياطة بمراحلها البدائية خيط وإبرة، قد تكون خياطة بمهارات تكنولوجية عن طريق المشينز الإمبودري اللي هي التطريز وتسوي شغلات وممكن تقص الخام طريقة. فهي المهارة نفسها تتدرج، المهارة نفسها تتدرج من أشياء بدائية إلى أشياء تكنولوجية متقدمة. أعطيك مثال آخر، مثلا من المهارات النجارة. من مهارات النجارة في المهارات اليدوية العادية مسمار ومطرقة قد تنتقل إلى مهارات تكنولوجية هي CNC والأجهزة اللي تقص الخشب وتركب الخشب على بعضه. تمام؟ فإذا إحنا لما نتكلم عن المهارة إحنا نقصد المهارات الإنتاجية بتدريجاتها. إذا الابن ما استطاع أن يبدأ في الأشياء البسيطة لن يستطيع أن يتقدم في الأشياء التكنولوجية المتطورة. أعطيك مثال آخر على شيء very common وناس تتكلم عنه اللي هي البرمجة. البرمجة تعتبر من المهارات. تمام؟ البرمجة وصناعة البرامج تعتبر من المهارات الرئيسية، ولكن إذا الطالب ما استطاع أن يبدأ في المهارة الأساسية وهي مهارة استخدام الحاسوب واستخدام الكمبيوتر لن يستطيع أن يوصل لمهارة البرمجة. وللأسف ترى للعلم كثير من عيالنا الآن في الزمن هذا ما يستطيعون على موضوع البرمجة. ليش؟ لأنهم تعودوا على التليفون وعلى الآيباد ونسوا أن هناك الكمبيوتر البي سي. ما يستطيع أن يبرمج إذا ما كان عنده البي سي. صحيح. وصار كثير من أولياء الأمور للأسف يعوضون أولادهم أن يشتري له آيباد
ويحرمه من البي سي، ويكون هنا عنده اعتقاد ولي الامر ان ولدي متمكن في التكنولوجيا، واحنا قاعد نشوف وعنده المهاره. ولو تلاحظ حتى مهندس احمد بعض المرات نشوف بالزوارات او في جامعتنا قبل طفل مثلا عمره 5 سنين او حتى اقل لو تعطيه الموبايل راح يعرف يفتحه ويحط الرقم السري، يدخل على يوتيوب، يدخل على برامج اهوامات الاطفال ويكتب ويختار. بس مثل ما تفضلت لو اوجهه لشيء ثاني هم بالتكنولوجيا نفسها ما راح يعرف، فهذا يعتبر ان الطفل مو متفوق بالتكنولوجيا. بالضبط، عنده مهاره الاستخدام. عنده مهاره الاستخدام. مهاره الاستخدام شيء جدا بسيط، تعتبر من ابسط المهارات اللي موجوده، مهاره استخدام القفشه مثلا، مهاره استخدام مهارات الاستخدام شيء جدا بسيط. زين ننتقل الحين شنو دور ولي الامر؟ عفوا انا الحين انت صدمتني في كم هائل من المهارات، يعني اعطيك المهارات، ترى في مهاره الطبخ حتى التنظيف يعتبر مهاره، وهذا يعني مثلا انا بناتي الان اكتشفت انه كورونا لما قعدت وياهم قلت لهم يلا قوموا ابي اليوم انتم تسووا الريوق، ابي اليوم انتم تسووا الريوق من الطبخ الى غسيل الماعين، فبديت اكتشف انه ما عندهم هاي المهاره. الاوتي يخافون منه، انا اخاف من الاوتي، فهناك عندنا نقص ترى حقيقي، وكورونا كشفت لنا هذا الموضوع. وصار لولي الامر الان له واجب مهم، وهو التحول من ولي امر معيل اللي احنا معظمنا ترى للاسف كذي، الى ولي امر مربي. حطي كلمتين هذولي مهمتين. المعيل هو ولي الامر اللي يعطي عياله الاكل ويحرص على ان يلبسهم ويوكلهم يوكلهم ويلبسهم. المعيل ويحرص انهم مستانسين اليوم وقاعدين طالعين نطلع طلعه حلوه نطلع، هذا المعيل. اما المربي فهو صعب جدا جدا طبعا، واول شيء في موضوع التربيه هو ان يكون هو قدوه لعياله البدايه. صحيح بالضبط، القدوه بالمثال. بمعنى انا لما الحين بديت اعلم عيالي على الموضوع هذا حرصت ان تكون عندي ورشه مفتوحه لهم، يكونون موجودين لما ابدا شغل يكونون معي فيقتدون فيني ويشوفون المهارات اللي قاعد اعلمهم. انا من ناحيه تخصصي المهارات اللي يتعلمونها الان في الورشه منها الطباعه الثلاثيه، منها التصميم بالكمبيوتر، منها القص بالليزر، منها النجاره، منها الالكترونكس، منها اشياء كثيره. وبين فتره وفتره اللي تابعني بالانستغرام يشوف انه فجاه طلعنا في مشروع غريب مثلا حركه حلوه وشغله هذه بمشاركه جميع اولادي، ففي منهم مثلا اللي سوى السنفره، في منهم اللي قص الخشب، في منهم اللي لحم الالكترونكس، في منهم كذا، في منهم كذا، فنتشارك كلنا في انتاج مشروع واحد، وهذا فعلا اللي احنا نطمح له الان. تمام، شلون احنا نتعلم ايضا هالموضوع هذا؟ نعم مهندس، قبل لا نتكلم شلون احنا ممكن نعلم عيالنا، اول شيء الله يحفظ عيالك، ويا ليت اليوم اللقاء هذا يكون لقاء فيه الهام لاولياء الامور اللي فعلا وده ينتقل من معيل الى مربي، فيا رب ان شاء الله في هذه الفتره الكل يطمح انه ينتقل من هالخانه للخانه الاخرى. الأولياء الأمور اللي يبون عيالهم يكونوا مهتمين بالتكنولوجيا، اللي يبي وجهه أو شاف بعض البوادر في عياله أنه ممكن أنه يحب هذا المجال، هل ممكن أن تنصحه في بعض المواقع أو البرامج التفاعلية اللي ممكن الأطفال يستفيدون منها وينمي هذه المهارة؟ نعم طبعا، أول بوابة تعليمية ضخمة موجودة في الكرة الأرضية هي يوتيوب. يوتيوب تمام، بس قبل أن ننتقل حق النقطة هذه، وايد من الناس يقول لي أنا شلون أعرف ولدي شو يحب؟ انا تعبت وانا احاول في ولدي سبحان الله. يعني في نقطه جدا مهمه لازم نفهمها في الابناء والتربيه، انه يجب ان نعطيهم طيف كبير من المهارات عشان نكتشف المهاره، مثل بالضبط اكتشاف الاجسام المضاده في الجسم اللي الحين قاعد نمر في كورونا ما كورونا، شلون قاعد يكتشفون؟ انه يحطون بكتيريا ويحطون فيروسات كثيره في الجسم ويشوفون الجسم اي اللي يقدر فيهم يقاومها. تمام، نفس الفكرة، يجب أن تخلي ولدك يجرب تقريبا كل شيء من كل بستان زهرة. يوم وده مثلا حق الحصن، خليه يركب الحصان يشوف هل هو مناسب، هل هو راح يرتبط نفسيا في الموضوع هذا. يوم الأيام دخله في التكنولوجيا في البرمجة، تمام، يوم الأيام خليه يسوي آرت رسوم وألوان تمام والشغلات هذه. يوم الأيام لا، دخله المطبخ خليه يتعلم في المطبخ، يوم كذا يوم كذا، عدد المهارات هذه. العمر طويل ترى بالنسبه حق الولد،
لو ان كل يوم او كل اسبوع تعطيه مهاره واحده، ترى هذا كافي انه يوم من الايام سيصل ويقول لك يبا يمه ترى انا عرفت شنو ابي، وانا يتذكرون لما احنا سوينا الموضوع هذا انا عشقته من ذاك اليوم بس كنت ساكت وشوي شوي بديت اجرب واتعلم. عرض طيف من المهارات حق الابناء يعتبر من اهم الاشياء اللي احنا نبي. لازم تبدا في البدايه ان تعرضهم لك، اذا انت ما انت قادر تودي اماكن الحين بسبب الحظر والشغلات هذه تقدر عن طريق اليوتيوب، بوابة يوتيوب. نعم. تمام؟ يتعلم ويشوف، واحرص ان انت اللي تحط له الفيديو. احرص الابن طبعا لان يعني دائما ميول الانسان تميل الى التكاسل، تميل الى عدم الاهتمام في الموضوع هذا، يجب على ولي الامر انه يكون حريص جدا انه يقول له تعال اقعد خلينا نشوف الفيديو ونتناقش فيه. يعني انا اكتشفت ان بنتي الصغيره تحب الديناصورات مثلا يعني اكتشفت وما زالت مرتبطه في الموضوع هذا، وصار عندها ديناصورات من تشتريهم العاب ضخمه وقصه، يعني ما توقعت انها كذي بس اكتشفت عن طريق الشغلات هذه. نعم، هو الموضوع يحتاج لطولة بال مهندس أحمد، يحتاج لرغبة شديدة وعدم الاستسلام. وفعلا إحنا دائما نقول للمربين وأولياء الأمور أن أعيالكم هم استثماركم في الحياة، فهذا استثمارك اللي راح تطلقه للعالم الخارجي، فمتى ما حطيت وقتك وجهدك فيه استثمارك معناته ما راح يكون له قيمة في المستقبل. الآن أنت قاعد تطلب من أولياء الأمور أن يجربون مع عيالهم، وهذه تجربة حلوة بالعكس، فيها صناعة للذكريات، يعني أن كل شوية يجربون مجال جديد لما يعني يوصلون للمجال اللي ممكن الطفل يحبه. لقينا الطفل الحين يحب التكنولوجيا ونبي نوجهه الآن للتكنولوجيا الغير، لأن مهندس أنت الحين قاعد تقول لنا في غير لما أستخدم التكنولوجيا عشان أنا أبي أضيع وقتي وتسلى وألعب، وبين أن أنا أخذها كباتشر مثل مهنة أو مهارة. شلون أنا أنقل الطفل، شلون أنقل الطفل من أنه يستخدمها بس أنه عشان يشوف ألعاب أو يشوف فيديوهات، وبين لا تعلم منها. معظم الطريقة اللي احنا نستخدمها حق تحويل الطفل من طفل لاعب إلى طفل منتج هو النقاش والحوار في أفكار جديدة لهذه اللعبة. مثلا نروح حق لعبة معينة الطفل يعشقها، أول شيء ما أخليه بروحه، أكون أنا مرتبط مع الطفل هذا وأقول له ها شنو اللعبة شنو كذا، أبدي أصير زميلة في هذه اللعبة، ومن بعدين أبدي أقترح أو أخذ منه اقتراحات لتطوير اللعبة. لكل طفل أو لكل طفل أبعاد مختلفة وأفكار مختلفة عن الطفل الآخر. لما يقول لي والله أنا والله اللعبة هذه لو إنه يضيفون الشيء الفلاني راح يكون ممتاز، لو يضيفون الشغلة الفلانية راح يكون ممتازة، هني أبدي أقول له اقترح له ليش ما تسوي لعبة فيها هذا النظام تكون خاصة فيك. شلون أبدي أسوي لعبة؟ تبدي تعرف على بوابات التعليمية الإلكترونية المشهورة في العالم. من عندنا ثلاث بوابات أنا أعتقد ممتازين جدا. أول بوابة هي خان أكاديمي وهي مشهورة جدا. نعم. زين حق الطلبة. البوابة الثانية عندنا في الكويت أكاديمية الصناع ميكرز أكاديمي. صحيح. عندنا أيضا بوابة كودد اللي تعلم البرمجيات. هناك بوابات محلية خاصة في الموضوع هذا، ولكن أنت قبل أن تنتقل حق موضوع البوابات أنت يجب أن يكون، يعني إحنا واجهنا أحياناً لما كنا ندرب الطلب الصغار نواجه أن الطالب أصلاً لا يرغب في الموضوع هذا، إيك كأنه ولي الأمر قاعد غصب وقاعد يجبره على مهارة معينة ويجبره على شغلة معينة زين، وما راح يطلع في نتيجة، يكون صرف فلوس وهذا وقت على الفاضي. الهدف الرئيسي هي معرفة ماذا يريد الطفل وترغيبه في حب تطوير هذا النمط من التكنولوجيا. ومثل ما قلت لكم مو كل الناس راح تحب التكنولوجيا طبعا. مو كل الناس راح تحب البرمجة، هناك ناس راح تحب الارتس، في ناس راح تحب الصناعة العادية التقليدية، في ناس راح تحب كذا، في ناس راح تحب هذا. الطيف والتكامل اللي موجود عندنا هو أساس التطور الحقيقي، هو أساس الابتكار. لما يكون عندي أنماط مختلفة من الناس كلهم يصبون في تطوير الدولة، هني راح يكون عندنا التكامل الحقيقي في التطوير. نعم. وأعتقد هني أولياء الأمور اكتشفوا هذا الموضوع، شافوا أن عيالهم يقضون ساعات طويلة على الأجهزة الذكية، بس لما صار في بعض المراحل اللي بلشوا التعليم عن بعد وقالوا لي يلا اقعد، راح تقعد قدام الكمبيوتر ولا قدام الشاشة وراح تدرس،
انصدموا انه تملل الطفل مع انه هو طول الوقت قاعد يعني قدام الجهاز وقاعد يلعب، بس لما جاء الموضوع حق التعليم ما حب الفكره وتملل وما تقبلها. التعليم الالكتروني انا عندي يعني راي خاص في الموضوع هذا، هو التعليم جيد ولكن للاسف في النهايه هو في مشكلتين رئيسيتين. اول شيء انعدام الاحاسيس في التعليم، يعني الطالب وخصوصا الاطفال يحتاجون يلمسون الشيء، يلمسون الشيء ويركبون الشيء، يحتاجون يتحرشون باليمهم يشوفون ربعهم، يشوفون المعلم القدوه المثال قدامهم عشان يبدون يتطورون فيه. هذا الشغله الاولى. الشغله الثانيه في التعليم الالكتروني ان الميول، يعني ميول الطلبه حق هذا النوع من العلوم قد تكون ضعيفه جدا للاسف. يعني اذا حطيت حق الطالب شيء قد هو يحبه راح تلاحظ اندماجه في الموضوع هذا، اما لما تحط له مثلا كيمياء وفيزياء وشغلات هذه فانت سويت له مره ثانيه الاختناق المعلوماتي، هو معظم المعلومات يعرفها، هو يقدر يشوفها بطريقه ثانيه، يقدر بدال الاستاذ. انا مثلا عندي عيالي عندي مشكله معاهم لما يرجعون البيت عندهم اساتذه موجودين اون يوتيوب يتابعونهم، they follow special instructors. الاساتذه هذولي متميزين في عرض الفكره، فيروحون المدرسه ويرجعون يقولون انا ضيعت وقتي بالمدرسه، الحين الشرح اللي شرحت لي اياه هني بشوفه مره ثانيه وبتعلمه بالفيديو حق مدرس معين. فالفكره التعليم الالكتروني هي يعني هي مكمل وهي لسد فراغ كورونا الان، ولكن ما راح تكون ناجحه 100% لان اللي يفقدها هي الاحاسيس الحقيقيه اللي موجوده. يعني حتى في موضوع حتى في موضوع التعلم عن بعد، مع أن وايد ناس يشوفون أنه مفيد وبالعكس مشى عجلة التعليم، لكن أنت مثل ما تفضلت مهندس أنه لازم الالتفات لبعض التفاصيل اللي تساهم أنها تحسن هذه العملية وتخلي الطفل وهو قاعد أيضا مستمتع في هذه العملية. وأنا بختم وياك مهندس أحمد، وأنا مستمتعة أكيد في هذا اللقاء. ذكرت قبل شوي في بداية اللقاء بعض النصائح اللي ممكن الأهل يتبعونها لاكتشاف أبنائهم اللي عندهم ميول تكنولوجي الآن، اللي لحد الحين عقب ما اكتشف شنو ممكن يسوي في البيت في ظل أزمة كورونا. جميل. عقب ما تكتشف الميول هذه يجب أن تربط ولدك في بيئات، هذه البيئات تكون موجودة في بعض المراكز التعليمية اللي موجودة في الكويت. تأخذ ولدك تربطه في بيئة يكون في أعمار طلبة مشابهة له، يكونون كلهم أونلاين مثلاً الآن في الوقت الحالي، ولما ينفتح كورونا يروحون يلتقون مع بعض. فهذه من الشغلات المهمة، وجود البيئة حق الطفل إذا اكتشفت الموهبة مالته هي جداً مهمة. ربطه في أقرانه من الناس اللي حفزونه ويساعدونه في تنمية مهارته، هذا شيء حيل حيل مهم. في البداية إذا ما كان عندك الموضوع هذا، بكل بساطة إحنا ما شاء الله في الكويت أسرنا مترابطة، تلقى ولد عمه، تلقى أخوه، تلقى ولد خاله، يقدر تربطه على الأقل الآن إذا كان هوايته نوعا ما مش موجودة داخل دولة الكويت، تقدر تربطه نوعا ما في ناس على الأقل يحبون هذه الهواية، ينميها بالفترة الحالية تمام، وبعدين بمجرد أن شاء الله ينفتح كورونا يقدر ينطلق حق الموضوع هذا. أيضا ولي الأمر يجب أن يكون قدوة لعياله، إذا عرف أن ولده يحب شيء معين يحاول أنه هو يكون صديقه، يتعلم معاه الموضوع هذا، يساعده، يضع خطوة خطوة، يدزه خطوة خطوة بالاتجاه هذا. يجب أن يكون المربي ولي الأمر مربي وليس معيل لأبنائه، وهذه نقطة جدا مهمة ومسؤولية كبيرة وتأخذ جهد وتعب ولي الأمر نوعا ما. نعم، متى ما قرر ولي الأمر أنه يكون عنده طفل فعليه أنه أيضا يتحمل مسؤولية هذا الطفل ويتحمل التعب اللي وياها والرحلة الطويلة اللي راح يعني نقول يمشون فيها هما الاثنين. فنتمنى من الاثنين إن شاء الله تكون رحلتهم سعيدة. مشكور مهندس أحمد الصالح رائد حركة الصناع العالمي على وجودك معنا في هذا اللقاء. فعلا نتمنى من كل أولياء الأمور يخصصون له على الأقل وقت صغير في اكتشاف أبنائهم ويشوفون شنو هم يميلون له من مجالات عشان ينمون هذه المهارات. من بعد الفاصل راح يكون عندنا موضوع مختلف تماما عن التكنولوجيا، وهي متى تكون المرأة المطلقة مالكة للسكن ومتى تكون حاضنة. فإذا كان يهمك هذا الموضوع فخليك معانا، لأن بعد الفاصل راح يكون هذا هو موضوعنا.